فضيلة الشيخ، ما حكم الدفن في قبور مبنية من الطوب والأسمنت والحديد المسلح؟ ما أظن أحدا يبني القبور بالطوب والأسمنت إلا للضرورة، فالبلاد الساحلية ربما إذا حفرت القبور نزل الماء فيها ولم يتمكن من قبر الرجل أو المرأة فيها إلا بهذا البناء الذي ذكرت، فإذا كان هناك ضرورة فلا بأس، وأما مع عدم الضرورة فلا يجوز لما في ذلك من إضاعة المال، ولأن العلماء رحمهم الله قالوا يكره أن يكون في القبر ما مسته النار، وبناء على ذلك حتى لو فرضنا أن القبر ليس فيه طوب ووضعوا على بدلا من اللبن وضعوا طوبا فهذا يكره عند العلماء، لأن الطوب مما مسته النار. فهمت الجواب الآن؟ طيب.